فهم المقصود بالعلاقة الزوجية يعطي الإنسان نوعا من الوضوح في المقصود بهذا الارتباط والمنشود بهذه العلاقة. يقول جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة هي من آيات الله عز وجل التي جعلها الله تعالى من علامات إلهيته ومن علامات ربوبيته، فجعلها آية من آياته في سياق ذكر آياته التي تدل عليه جل وعلا. يقول جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. بعد ذلك قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم ساق جملة من الآيات الأخرى، لكن مبدأ هذه الآيات هو الخلق، ثم بعد ذلك هذه العلاقة التي هي ضمانة لاستمرار الخلق، لكنها ليست فقط لاستمرار النوع البشري، بل هي أيضا لتحقيق السعادة الحياتية والتعاون على تحقيق الغاية من الوجود. قال: لتسكنوا إليها، والسكن طمأنينة وضد الاضطراب ضد القلق. ثم بعد ذلك قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي ذروة المحبة وغايتها، والرحمة وجه آخر من المقاصد التي تكون بين الزوجين، فإن غابت المودة والمحبة فإنها لا تغيب الرحمة. ولذلك قال جل وعلا: ورحمة، إشارة إلى أنه ليس كل العلاقات الزوجية ولا كل الارتباطات بين الرجل والمرأة يتحقق فيها على وجه الكمال المودة، لكن فيما يتعلق بالرحمة هي أساس لكل العلاقات، فإن العلاقة التي تنزع منها الرحمة تنزع منها عوامل الاستمرار، عوامل الهدوء، عوامل الطمأنينة، عوامل السكن من الطرفين. عندما ندرك أن 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 العلاقة الزوجية هذا هو غايتها، هذا هو غرضها، وهذا هو مقصودها، وهذا هو هدفها، فإننا سنسعى إلى أن نرتبط، أن يرتبط الرجل بمن تحقق له هذا الغرض، وأن ترتبط المرأة بما يحقق لها هذا الغرض.